لقينا فرحا من يا ولي قريت المفرق قريت المفرق ماشي ماشي تعال 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 يلا بسم الله مبينك مطنن هكذا مبينك صلي على النبي احمد ربك على نعمة الصحة والجمال شوف الشيب اللي ولا نشوف لا يتكلم ولا يتحرك وحالة حالة الله يكون بعونه عدى واحد لا عندنا قال نوصل إلى قرية المفرق دعن كيفنا الشيب هذا مو نعمل به لا حول ولا قوة إلا بالله أقول لك شو نزلت قدامي شو ودي بعدين العاقل يمكن هذه القرية ولا من القرية اللي جنبنا ما أنا مستعجل شو نزلوه كيف سويت مع ثريا؟ شغلك بعدين شغلك بعدين ماشي بونا مسكين امه قالوا نصور القرية ما حد عارف منه مش اللي ما عرفت كلام امه عشان نزل يتغدى معنا وبعدين شودي عند العاقل تمام
كيف يمه؟ دبي